الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي تقدم من إنتاج حب فيلم اللبيس. تفكر نفسك ايه؟ حامي حماد ديار انت بتعجن؟ لسه مش قادر تنسى شغلانة الخالة مسامح الله يرحمها. انت نجم يهون العمر ويعدي ولا تهون. معقولة يا عزوز في واحدة في الدنيا تستاهل الكلام الجميل ده؟ الحب ممكن يخلي الإنسان أسعد إنسان في الدنيا، وممكن يخليه إنسان محطم. كذاب، اعترف قول آه. لا قول آه. ليك اعترفت؟ بقولك إيه، ما تيجي مواتك وهوس منك عشان أنا مش مرتاح لك. لو كنت قلت غير كده كنتش عارفك تاني. انت يا دوب حتة هالفون، بس بحب وبخلص موت، وأقدر أقولها بعلو ودي حبيبتي روحي ودمي، لا جبن ولا زيك كتكون. اتفضل طلع غلطتك. غلطت ايه؟ ده احنا لسه لابسين الجزم. قوم خد دش والبس دول. طول عمري بخاف من المفاجآت. معلش اتأخرت عليك شوية، لغاية ما الراجل قلب اللون وبعدين دربه على وشي وعمل التركيبة دي. هايل، انت فنانة هايلة، انت موهوبة. قبل ما يبقى لبيس كان قهوجي. شو الابتسامة العريضة؟ سمايلينج مان اللبيس. بحبك لو طريقي طال ولو بينك وبين محال. انا ابسط من البساطه. نسيت نفسك؟ ما احنا دافنينه سوا. بقولك ايه، اسكت خالص، انت هتجيب المحروق من على الحله. وانت نسيت ان انت كنت صابي قهوجي معايا في الحتيه. الدنيا عمرها ما وقفت علشان الاتنين حبوا بعض وسابوا بعض. شوف دول المكياج بتاعي عامل ازاي. الحقيقه عمري ما سألت نفسي السؤال ده قبل كده. شفتيني انا عامل مكياج واحد معفن؟ ازاي سامح سعيد يمثل رواية من تأليف عزوز؟ انا يا ابني النجم المشهور، اما انت حيلا ومغرور. عرفت منين ده؟ انا سألت. عمر الحب ما يحطم انسان. انا يا من مثلت ادوار حب، لكن معاك انا عشت الحب بكل معاني. دايما بقولها، يلا نبتدي صفحة جديدة. تحب الدور؟ لما سلمى أعصابها بتبوظ ما بتعرفش تمثل، وهو ده اللي أنا عاوزاه. لا ما تفهمنيش غلط، ما احنا مش هنبقى لوحدنا. أمال مين هيكون معانا؟ أنا وأنت والشيطان. اتغيرت مش كده؟ بقيت ستايلش. أو ممكن نقول ناموسة قرصتني. ناموسة؟ للأسف أنا مش عامل حساب على ناموس في الفيلم ده يا سموح. يلا يا إخوانا. يا سلام، ده انا نسيان نسانجي برنجي مكانجي حلنجي، بس في البلي بس. اللبيس. نعيش القوية قد من عيوني وروحي، واديني حنان احساس انا هتعيش في كاني وروحي، هتعيش في كاني وروحي. اللبيس فيلم للمخرج اشرف فايق.